مع الوزيرة حياة كريمة هو العنوان العريض لأكبر تجربة للتنمية المستدامة وتغيير واقع الناس العالم، ويعني تحركت ما بين ناس كتير وبيتكلموا على مشروع حياة كريمة. ده فعلا مشروع هيسجل كمشروعات تنمية نموذجية في الأمم المتحدة، ومشروع تكافل وكرامة برضو من ضمن المشروعات اللي ماشية وراء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية، وانت ماشي وراء بتطفي حرايق. أخبره إيه؟ يعني أنا بقول يعني حياة كريمة أولا هي لوحدها أهداف تنمية مستدامة بس على مستوى القرية، يعني هتبص تلاقيها فيها موضوعات خاصة بالتخفيف من حدة الفقر والجوع والمياه النظيفة والحد من اللامساواة وإعمار المجتمعات. فالحقيقة حياة كريمة نموذج متكامل لرؤية متكاملة لحقوق الإنسان. الإنسان فيه جزء تعليم وصحة وكهرباء واتصالات وحماية اجتماعية، حقوق اجتماعية واقتصادية، فهي ميثاق حقوق الإنسان وميثاق التعاقد ما بين المجتمع، أو عايزين نقول العقد الاجتماعي ما بين الدولة والمجتمع بالذات في المناطق الريفية. صحيح. كان موجود قبل كده في المناطق المطورة، وبدأت المناطق المطورة نشتغل أكتر بقى على القوى الناعمة لي، لأن بقت المساكن جميلة علينا إن احنا نشتغل على المواطنين. لكن في الريف كان تم ترحيله لأنه كان أقل خطورة من المناطق الأخرى. صحيح. فالحياة كريمة هو عقد اجتماعي جديد، هو نهضة ودولة، هي حياة كريمة لكل مواطن، ففيها شمولية لجميع المواطنين، فيها الحقيقة برضو تحقيق شكل من أشكال التوازن ما بين الحضر والريف، ما تبقاش دايما في فجوة كبيرة في نسب الفقر بين الحضر والريف. ده جبر خواطر مستدام بقى ده والله. والله وانا عايز اقول مش بس جبر خواطر، هي حقوق انسان. الدولة النهاردة بتتكلم على حقوق انسان، فخلي الانسان يتحدث عن نفسه يعني. فاما التكافل وكرامة فهو برضو بيركز على الانسان، على الاستثمار في الانسان. لو تفتكر حضرتك هو مشروط بصحة وتعليم، ودلوقتي شرطناه بعدم تزويج القاصرات وبالاكتفاء باتنين كفاية. ده في استهداف ذكي لتطبيق حقيقي بيغير من واقع الناس، بيغير يعني. حياة كريمة بتركز على أكتر على البنية التحتية، على الخدمات، على المرافق، على البيئة، على البنية نفسها. لكن التكافل وكرامة بيركز على المواطنين المستحقين للرعاية، اللي هتلاقي هم عندهم الخلفة الكتير والزواج المبكر وختان الإناث، هم نفس المواطنين. فيعني أنا بتدعمهم بدعم نقدي بس معاه شروط لمقايدة تنموية ما بين الحصول على الدعم ومؤشرات تنموية لصالح الأسرة. مش لصالح الأسرة، هي الدولة في الآخر. في استجابة، مدى الاستجابة؟ أنا بشوف، أنا بطبعي بأؤمن بقدرات المجتمعات المحلية وبأؤمن بإمكانية تغييرها، بتاخد وقت. فيها عناصر، المسألة في ذكاء استهداف العناصر اللي تساعدنا في التغيير. مفيش مجتمع قاعد مكانه والدولة بتروح تغيره. صحيح. صحيح. لازم نستهدف من قلب المجتمعات نفسها، بنسميهم عملاء التغيير. مين اللي هيغير من قلب المجتمع؟ ومين لما احنا نمشي هيكمل المسيرة بنفس الشغف ونفس القوة ونفس القضية التنموية؟ فأنا أعتقد إن احنا محتاجين قوة تحريك الجماهير في اتجاه إيجابي، غيرنا قدر يحركهم في اتجاهات سلبية. صحيح. مش هنقدر احنا يعني. صحيح. يبقى التقصير مننا وليس منهم. صحيح.